طنطاوي ويا عنان، يا طنطاوي ويا عنان، من هرام الامريكان، من هرام الامريكان، يا طنطاوي ويا عنان، يا طنطاوي ويا عنان، من هرام الامريكان، من هرام الامريكان، ثورة شيخ الازمان، ثورة شيخ الازمان، لا لحسني والطغيان، لا لحسني والطغيان، ثورة شيخ الازمان، ثورة شيخ الازمان، لا لحسن والطغيان. يا سادات شكرا شكرا يا سادات شكرا شكرا يا سادات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل الشكر والتقدير لكل أخواننا الذين حضروا لمناصرة هذا المطلب العادل بضرورة إعادة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن عالم الأزهر الشريف، وكل الشكر والتقدير لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن على ما تقوم به من جهد، وهو وضع طبيعي من أسرة الشيخ، وكل الشكر والتقدير لمن حضروا من الخارج ليتضامنوا في هذا المطلب العادل. وأنا في الحقيقة أريد أن أوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى أوجهها لكل سلطات الدولة المصرية، أوجهها لنفسي وللبرلمان المصري، أوجهها للحكومة المصرية. أين يعني المعاملة بالمثل؟ أين ما تقوم به مصر في سبيل الدفاع عن رعاياها وعن مواطنيها؟ يعني احنا شفنا الولايات المتحدة الامريكية، وشفنا مواطنيها اللي كانوا هنا متورطين في قضايا حقيقية، كانت مراكز موجودة، وهذه المراكز بتنفق اموال وملايين ضخمة من الدولارات بتنفقها بقصد اثارة الفتن واثارة القلاقل داخل المجتمع المصري. ارادوا ان يثيروا الفتن بين الفصائل المختلفة، ما بين المسلمين والأقباط من جهة، وما بين الشعب والقوات المسلحة والشرطة، واتعملت أشياء كثيرة وثابتة بمستندات وإيصالات وشيكات وأموال دخلت. فرغم أن هم كانوا في عمل تخريبي داخل مصر، إلا أن احنا شفنا عملية الضغوط اللي مارستها أمريكا على مصر، وشفنا إزاي يعني تمكنوا أن هم يضغطوا على كل المؤسسات، وأن القضاء يصدر قرارات معدومة. القرارات التي أصدرها القضاء المصري معدومة، أني أنا قاضي يتكلم مع محكمة عشان خاطر هذه المحكمة تفرج أو تخلي سبيل متهمين أو تلغي قرار رفع الحظر عنهم، وبعد كده لما يفشل يخلي المحكمة تتنحى، وبعد ما تتنحى يحيل الدعوة إلى دائرة أخرى، والمفروض حسب القانون الدائرة الأخرى دي يعني نعجل الدعوة لمدة لا تقل على الأقل عن 8 أيام، ونعلن المتهمين. كل ده ويتحدث في نفس اليوم وجلسة مسائية، وهذا لا يجوز. وبعد ما يعمل الكلام ده كله يتقبلوا طلبات من المتهمين، والمتهمين مش حاضرين. يعني اللي حصل لا يمت إلى القانون بصلة، ووقائع وقرارات كلها منعدمة، وبعدين طيارة عسكرية أمريكية مستنية في المطار. يعني الأمر مرتب على أعلى المستويات، ويسافر المواطنين الأمريكيين وكأنهم لم يفعلوا شيء. طب أنت في المقابل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا وزارة الداخلية، ولا وزارة العدل، في المقابل أنت إيه اللي بتعمله لرعاياك ومواطنيك اللي بيتعرضوا لأزمات في الخارج؟ مفيش للأسف. ولما يكون عالم جليل زي الشيخ عمر عبد الرحمن، يعني المفروض أنك أنت تتحرك من باب أولى. وبعدين حتى لما البرلمان أصدر توصية بضرورة تحرك الحكومة للمطالبة بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن، حتى الآن لم يصدر من الحكومة أي بيان. وإحنا في